صباح الخير سيادة الرئيس، صباح الخير على السادة الحضور. سعيدة جدا ان النهاردة موجودة معاكم وسط نجوم قادرون باختلاف. هقدم لكم النجمات صحباتي الحلوين وهم هيعرفوكم عن نفسهم. انا سامة الحسيني، عندي 29 سنة، انا بطلة سباحة وبلعب في النادي الجزيرة الرياضي. انا راغد احمد، انا عندي 15 سنة، في تالتة اعدادي، بطل السلة وكراكيه في مركز شباب الود الفرج. ايمن يا عم، عندي 6 سنة. سلمى عندها حاجة مهمة هتقولها لكم. انا عندي حاجة لازم اقولها قدام الريس، ان انا بصراحة ان انا بحبه جدا، ونفسي اصلا اكون معاه في كل في القدرون باختلاف. انا عايزه اقول كل حكايه ليها ابطال، ابطال حكايتنا مش احنا، ابطال حكايتنا هم اهالينا، هم ماما وبابا. اهالينا اللي صدقوا فينا وامنوا بينا، قالوا لا للدكتور اللي قال هموت، قالوا لا للمدرس اللي قال مش هينفع نتعلم، قالوا لا لكل حد اتنمر عليا وقال اني ملوش لازمه. لا انا ليا لازمه جامده قوي. اكيد 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 ليكوا لازمه، اكيد. يمكن قبل ما ابقى ام لطفلين كنت شايفه ان دور اللي بيلعبوه الاهالي هو دور مهم، انما النهارده بعد ما بقيت ام بقيت شايفه ان دور عظيم ومبهر. احنا كلنا كامهات في لحظات بنحس ان احنا هننكسر، هنقع، مش قادرين نقوم، مش قادرين نكمل، وبنبقى محتارين هناخد ونستمد القوه منين. انا بحيي كل ام وكل اب موجودين معانا، وقادره اتخيل المشوار الصعب، قادره اتخيل الدموع والانكسار، قادره اتخيل الاحباط والالم اللي حضراتكم عديتوا بيه، وقادره اتخيل التحدي والاصرار والقرار انكم تكملوا. شكرا لكل ام واب، هم الابطال الحقيقيين، خلقوا ابطال حقيقيين. شكرا سياده الرئيس انك كنت مصدر دعم وقوه ليهم وطبطبت عليهم، شكرا انك خليتهم يمشوا في الشارع رافعين راسهم ومش مكسوفين ولا خجلانين، بالعكس هم فخورين بالابطال اللي هم انجبوهم. بفضل سعادتك، بفضل قادرون باختلاف، بقى كل ام واب موجودين معانا وبره فخورين باللي عندهم. منى حبيبتي هتقدم لنا النهارده فيديو جميل هنشوفه مع بعض. فيديو ابطال الحكايه، فيديو ابطال الحكايه.